سيد الرئيس، أريد أن أؤيد هذا التعديل على أساس أن المطالبة بحذف المادة 97 تعني بالضرورة المادة 5 والمادة 13 من هذا المشروع قانون، وكلا المادتين تعني فئات أدخلتها المادة 97 إلى وضعية استثناء، وأعتقد بخلفية غير مشروعة. المادة 13 اليوم تستثني هؤلاء المترشحين لرئاسة مجلس الجهة ومجموعة من تعنيهم هذه المادة، وأذكر هنا رئاسة يعني الجمع بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس الجهة ورئاسة واحدة لغرفة مهنية أو أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية وغيرهم. أنا السؤال عندي اليوم، لماذا نستثني رئيس الجهة؟ لماذا نستثنيه هو من هذه المجموعة؟ يعني إذا كان هناك تعليل، إذا كان هناك منطق، إذا كان هناك سبب، يجب أن يشمل كل المعنيين في المادة 13. أعتقد أن السؤال يجب أن يطرح، من يهمه الأمر بإدخال هذه الفئة فقط للاستثناء؟ كذلك نقول من يهمه الأمر على أساس حكم وضع اليد، شد يعني الجهات وجلس فيها وبغى يبقى جالس فيها وبغى يكون في البرلمان وبغى يكون في جميع المؤسسات. منطق الاحتكار سيد الرئيس أصبح مرفوضا، خصوصا بعد التصويت على الدستور الجديد 2011 الذي نريد أن نؤسس به لمرحلة جديدة، مرحلة الديمقراطية، مرحلة التضييق على المحتكرين وعلى المفسدين وعلى الذين يريدون أن يسيطروا الساحة السياسية ويسيطروا على المؤسسات ويحركونها بجرة قلم أو بهاتف أو بوسيلة من الوسائل. الخطورة بالنسبة لي هو هذا التحكم الممنهج عبر التشريع، هذه هي المصيبة، لأن ملي كيكون التواء ولا كيكون فساد ولا كيكون أي سلوك منحرف سواء سياسيا أو غيره كيتعرف ويكون حوله الشبهة، ولكن ملي كتخرج من هذه الدائرة وتلقي به في دائرة القانون والتشريع كتولي عنده مصداقية وكتولي عنده مشروعية، ومن هنا الخطورة. أنا أكتفي بهذه الملاحظة فيما يتعلق بالمادة 13. ربما أتدخل على مستوى المادة 5 التي أدخل أيضا المعنيين بها لوضعية الاستثناء، وأقول أن المادة 5 كما جاءت كان من المفروض أن تحذف من هذا المشروع قانون، على أساس أننا لا نريد أن نكرس منطق التحكم ديال وزارة الداخلية في الأحزاب، وهي ليست سبة بالمناسبة في وجه النساء ولا عار في وجه النساء، هي في وجه الأحزاب قبل النساء، لأنه لم يكن ممكن أن نسمح لوزارة الداخلية أن تحدد للأحزاب ماذا تفعل وماذا لا تفعل. لكن نقدروا نقولوا بأن هذه المادة كيف ما كان الحال كان خصنا ننتهيوا على الأقل من الـ 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 يعني ما يتعلق بالدائرة الوطنية ومن اللائحة الوطنية، لأننا الآن بحضور المقتضى الدستوري اللي كيتكلم على المناصفة خاصنا نتهيئوا لمرحلة تنزيل المناصفة. الدولة ما مستعداش، حكومة ما مستعداش، الأحزاب ما مستعداش باش ترشح النساء بالمناصفة في الدوائر المحلية، نبقي على هذا الإجراء مرحليا ربما ما كاين بأس. لكن أنا صراحة تأسفت جدا لهذا المقتضى ديال المادة 97. علاش؟ لأننا متعنا أنفسنا بحق لا نملكه، لا يعقل أن نخضع لمنطق القانون ونبقي على ما يمكن النساء من الاستفادة من الترشح في الدائرة الوطنية أكثر من مرة، ثم نحرم يعني الوافدات إلى هذه المؤسسة عبر اللائحة الوطنية. إذا كان هذا هو القانون
فهو غير منطقي وكذلك فهو غير ديمقراطي. لكن أبرئ، ربما نبرئ يعني النساء من تقديم هذا التعديل، لأن غادي تكون يعني واحد وسمة عار في حق السيدات النائبات اللواتي اشتغلن على الأقل لمدة 4 سنوات وقاموا بوظيفة نبيلة، وظيفة التشريع، وظيفة الرقابة على الحكومة، الوظيفة الدبلوماسية. وبعد ذلك نجيو نقولوا لهم انتم بغيتوا تحتفظوا على مكانتكم داخل هذه المؤسسة، كنعطيوكم هذه الإمكانية، لكن من حقكم أن تمنعوا الأخريات. هذا ليس من حقنا. لذلك نحن نطالب بحذف المادة 97 لأنها تعطي حقا لهذه المؤسسة لا تملكه. فسيد الرئيس، أنا أوجه كلامي للسيد الوزير وكنقول له بأن هذه المادة خاصها تحذف حفاظا على ماء الوجه للنساء، وكذلك حفاظا على الوضعية وعلى الوظيفة اللي قاموا بها هذه المدة كاملة، وإلا غادي يولوا يتسبوا بها في الشارع. السلام عليكم. شكرا.